صباحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي صيف البحرين. وصباح الخير حمد. صباح النور إيمان، صباح يوم الثلاثاء. إن شاء الله تكون فقراتنا تكون خفيفة ومتنوعة حق يوم الثلاثاء إن شاء الله. شلون الرياضة الحين؟ والله الفترة مع افتتاح طبعاً أسبوع الحين تقريباً مع افتتاح يعني المراكز الرياضية والجمات شبي، أنا صراحة أحس بديت أرجع، يعني يمكن بعض التمارين اللي كنا نسويها قبل في البيت تكون خفيفة. صح. الحين لا، بدينا نلعب شوي. الآلام الحين بدأت تطلع. ما تقدر يعني تحرك يدك، ما تقدر تحرك يعني بداية. قبل أول شهر. كبير بس يعني ما يقصر، إحنا مدربنا خالد البستقي دائما. البستقي موجود إيه. للحين في البيت خالد البستقي. شكله ما يعرف الخبر، يبي نقول له ترى يعني فتحوا الجمهور. بس أتوقع إنه زين هو يسويه في البيت، ليش؟ عشان أنا بعد شوية تكيسات عن روحة الجيم. خالد موجود. للحين تكي موجودة صح. مشاهدينا خلونا ننتقل لتقرير المدرب خالد البستقي ونشوف تمارين الرياضية لليوم وراجعين لكم. صباحكم خير، صباحكم سعادة. اليوم بنركز على الجهة السفلية من الجسم، legs. الكل يكره تمارين legs بس أنا أحب تمارين legs، أنا فيهم عناء وأنا أحب العناء. إذن يا جماعة سويها تحدي بعد اليوم. إيش عندنا؟ 4 جولات. حلو؟ يا تسويهم تتحدى الوقت، أهم شيء الفورم الصح، تسوي التمرين بطريقة صحيحة، يا أما لا تسوي كتشالنج كتحدي، سوى عادي، ريح عقب كل جولة قد ما تبي عشان تسوي التمرين صح. وايد تكرارات عندنا اليوم، 4 جولات. عندنا 3 أنواع من سكوات. حلو، سوي لي 25 تكرار من كل نوع. حلو، النوع الأولي سكوات العادي، تسوي لي 25 يسمونهم اير سكوات. ليش اير سكوات؟ لأن من غير أي معدات. حلو، وزن الجسم بننزل 25 سكوات، 1 2 3. لاحظ الكعب دائما على الارض، ظهري محطوط، ظهري البوزيشن ماله وضعيته الوضعيه الطبيعيه. خلص 25، انزل تحت اي فوق. دائما انا اقول تخيل في كرسي وراك تبي تقعد على الكرسي. اكبر غلطه نسويها شنو؟ نسوي سكوات ننزل على اصابعنا، هاي غلط. فانت دائما ابيك تبالغ، ارجع 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 ورا قد ما تقدر. حلو، اخلص 25. حلو، خلصت 25. عقبه عندي سكوات جامبس، 25 تكرار. ما ابي الجامب يكون عالي، ما ابيك تنط وايد فوق، لا خلي النطه بسيطه. حلو، يسمونها يمكن بيبي سكوات جامبس. فبسوي على طول من اخلص 25. حلو سيده، 1 2 3 4 5. لاحظ ريلي ما اروح وايد فوق، اخلص 25 عقب على طول. تستعمل يا اما اعتبات اذا عندك في البيت، او تبي كرسي صغير، كرسي ارتفاعه يكون 20 انش مو باكثر. حلو، سلامتكم اهم شيء. تختار يا اما تسوي جامب وتوقف، يا اما تسوي ستيب اب. حلو، تبي الاعتبله تحت، الاعتبله فوق، اللي فوق كلش انت واللي تقدر عليه. في النهايه اهم شيء شنو؟ سلامتك، سيفتي فيرست. نتمرن في البيت ما نبي نتعور، لا. فبروك الاوبشن الاولي اللي هو السكوات جامب، تختار اي اعتبه انت تبي. بسويها من اخر اعتبه مو مشكله عندي، مو لازم اسوي فوق، مو معناته فوق يعني قوي ترى. انزل، اهم شيء التحرك واتمرن، هاي هدفي انا. 1 2 3 4. فانزل، لان انزل تكون وضعيتي شويه في سكوات، فها كل ما تنزل اكثر يكون احسن عشان اشغل ريلي اكثر. اخلص 25، ما ابي انط كابتن، ما اقدر انط، ما عليه، خل عذرك وياك، بارك شيء ثاني عشان ما يكون عندك عذر. تسوي ستيب ابس، 1 ريل الثانيه 2 ريل الثانيه 3 4 5. حلو، اخلص 25. واذا تبي مور، تبي تاثير اكثر على التمرين، تحصل تاثير احسن، نفس ما نقول بوزيتيف افكت، ستيب ستيب سكوات ستاند اب. فهاي 3 انواع من سكوات، واضحين؟ 25 تكرار من كل واحد، من كل تمرين.
بتخلص تبي تريح تبي توصل سيدة واصل أربع جولات. يعطيكم العافية. شكرا لمدربنا خالد البستقي على هاي التمارين، عجبتني تمارين الستبس. اتوقع ما في بيت ما في دري او ستبس، اذا ما عندك الرصيف موجود سهل. إيه؟ بس الحين تروح الجيم ما له داعي ما له داعي. هو الحين قلت لك ما يدري، لازم يعني نقول له اليوم انا باكلمه بقول له ترى فتحوا الجيم. اعلنت شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه عن توفير خدمه ملصق الاقامه بالمجمع الامني بمحافظه المحرق اعتبارا من 9 اغسطس الى من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا. والحديث اكثر حول هذا الموضوع يسعدنا ان يكون معنا النقيب الشيخ سلمان بن احمد ال خليفه رئيس شعبه التاشيرات الخاصه. صباح الخير. صباح النور. كل عام وانتم بخير. يعني متاخر ولكن كل عام وانتم بخير. يا هلا يا مرحبا فيك. اكيد احنا سعيدين ان نتكلم عن هذا الموضوع اكثر ونوضح للمشاهدين عن هذه النقطه. في البدايه لو بنتكلم ليش تم توفير هذه الخدمه في هذا الوقت بالتحديد، ويخلي نتكلم عن الاليه المتبعه ايضا لتوفير هذه الخدمه. نعم، في الوقت الحالي عندنا جميع الخدمات متوفره الكترونيا، وهذه الخدمه الوحيده اللي تتطلب احضار الجواز للصاق ملصق الاقامه في الجواز. فيعني وفرنا هالخدمة لإتاحة الفرصة للمقيمين بإلصاق ملصق الإقامة. طبعا بتكون عن طريق حجز موعد على سكيب لاينو، تطبيق الإلكتروني سكيب لاينو، والمواعيد بتكون متوفرة من 8 صباحا وحتى 2 من الأحد إلى الخميس. نعم. خلينا نتكلم يمكن تجديد صلاحيه تاشير تاشيره الزياره جاء متناسقه مع الخدمه المتطوره اللي تقدمونها وذلك الاجراءات الاحترازيه لمواجهه كورونا. كيف لمستوا ذلك من المقيمين في هذا التجديد؟ طبعا حصلنا على ردود ايجابيه من المقيمين الزوار، وذلك تحت الفرصه لهم ان هم يحصلون وقت انهم يرجعون الى أوطانهم. نعم. وفي نفس الوقت عندهم الوقت أنهم إذا يبون يحولون إلى تأشيرة عمل والحصول على إقامة. جميل. نعم. لو بنتكلم عن أبرز الخدمات المتعلقة بإذن الدخول يمكن على جسر الملك فهد، هل ما زالت هناك حاجة لهذه التأشيرة وهذه الخدمة؟ لا طبعا، سابقا كان يستدعي أن يكون وجود رسالة السماح، ولكن في الوقت الحالي تكفي تأشيرة الزيارة، أو إذا كانت عنده إقامة فما في داعي حق هالرسالة. حق هالرسالة. جميل. يمكن الحين الطيران، حركة الطيران استأنفتوها، شلون شفتوا تأشيرات إلى وضعها الطبيعي لما رجعت، شلون شفتوا التفاعل؟ نعم، حصلنا على طلبات للعودة إلى المملكة البحرين من خلال طلبات تأشيرات الزيارة. طبعا عادة يعني تم إصدار تأشيرات في الفترة الأخيرة الأشخاص اللي يعني اللي حابين يزوروا مملكة البحرين، ووفرناها من خلال موقع الإلكتروني evisa.gov.ph، وبإمكانهم بعد تقديم من خلال موقع الإلكتروني npra.gov.ph. التأشيرة اللي تمنح عند الوصول هل هي متاحة في هذا الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي غير متوفرة، لكن إن شاء الله يعني مع الأيام القادمة حال تعدلت الأوضاع إن شاء الله راح تكون متوافرة إن شاء الله. تسليم جواز السفر البحريني الجاهز يتم تسليمه في فرع مدينة عيسى طبعا فقط، هل هناك ترتيبات لتقديم هذه الخدمة بمعنى حجز موعد مثلا قبل؟ نعم، في حال تقديمهم بطلب تجديد جواز السفر من خلال الموقع الإلكتروني وحصولهم على رسالة نصية بأن الجواز جاهز، بإمكانهم حجز موعد من خلال سكيب لاينو والذهاب لاستلام الجواز. جميل. أكيد عندك كلمة أخيرة حابة توجهها لكل المشاهدين وأيضا للمواطنين والمقيمين. نعم، بصراحة يعني أنصحهم أن ينتهزون هذه الفرصة لجميع المقيمين والزوار بتصحيح أوضاعهم قانونية من خلال إما أنهم يحولون إلى تأشيرة عمل، أو أنهم يعني يقررون قبل انتهاء الفرصة الممنوحة. نعم. وذلك لأن هي تمددت يعني مثل ما تعرفون 3 أشهر، بعدها بعد صدر قرار من
اللجنة التنسيقية بتمديدها لمدة 3 أشهر إضافية. إضافية. نعم. يعني أكيد جهود تشكرون عليها النقيب الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس شعبة التأشيرات الخاصة، كل الشكر لك على حضورك على المعلومات اللي قدمتها اليوم. شكرين. شكرا لك. شكرا لكل جهودكم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات حلقة يوم الثلاثاء من صيف البحرين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ولطالما تميزت مملكة البحرين كونها سباقة في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع في كافة المجالات، ومبادرة نسايم البحرين في حب الوطن والزراعة والخير من أحد أهم هذه المبادرات، حيث يتم خلالها تجهيز حوالي 40,000 كيس بذور لتوزيعها على المواطنين مجاناً. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو المهندسة الزراعية زيبا الأمير. صباحك إن شاء الله بالخير، صباح الورد، صباح النور والسرور عليكم عصافير الحلوين، وإن شاء الله دائما دوم صباح ودائما شدي إشراق إن شاء الله. إن شاء على طول الله يا ربي وياك. اليوم بذور وحركات وأشياء حلوة. هاي أول مرة أي استوديو ما يبزرع. ما تلاحظون؟ العادة نزرع ونشتغل وياك. اليوم قلت أشوى أنا ما عندي زرع ولا أشيل وأحمل في السيارة وأجيب. طبعاً أستاذة خلينا نتكلم عن المبادرة هذه اللي سويتوها، مبادرة أكيد يعني ممتازة في هذه خصوصاً في هذه الوضع اللي إحنا فيه. كلميني عن المبادرة نفسها ونبذ عنها. المبادرة الله يسلمكم انبثقت من فكرة أني أنا من قبل يمكن 4 سنوات توفى الوالد الله يرحمه، وكان وايد يحب الزرع ويحب الطبيعة ويحب الغناء أيضا. زين. ففي أول سنة من ذكرى سنويته قلت أنا شنو أوزع، كل الناس توزع أشياء يعني مثلا أكل أو مثلا كتب دينية أو أسفر، قلت لا بمشي على نفس الطريقة اللي أنا أحبها وكان الله يرحمه هو يحبها، خلينا نوزع بذور. فقررت أني أنا أوزع بذور أشجار معمرة سهلة الزراعة، وكل سنة كنت أطبع يعني ونجهز ونغلف 3,000 كيس وكنت أوزعها يعني. والحمد لله أنه انتشر في دول مجلس التعاون، كنت أطرش مثلا هني وهني والأردن ومصر يعني اللي عندي معارف أطرش. بعدين في هاي السنة في الأكتوبر اللي راح استضافوني هني وقلت لهم أنا خاطري إن هذه المبادرة أكبرها وبحيث يصير في حب الوطن، أبي أشوف البحرين خضرة، أبي أشوف دول المجلس التعاون خضرة أكثر يعني. فكنت أتمنى إن هاي فأكتوبر يوم استضافتوني تهني والأخ بدر كان وصل عدد الأكياس إلى 10,000 10,000 من 3,000 صار 10,000 طبعا 3 و10 13,000 ووزعتهم. كنت اروح كوفي شوب مطعم من غير ما اخذ اذن اوزع على الطاولات، اروح هني احط على السيارات، اروح يعني بهالطريقه وزعته. وانا هنا قلت اتمنى اني اوصله الى 100,000. زين. فهذا من هني انبثقت الفكره هذه يعني. هذه الفكره وحبيتي تطورينها، يمكن من هني انتياتك الفكره نفس ما تفضلتي وذكرتي، لكن خلينا نتكلم شنو الهدف الاساسي من خلال هذه الفكره؟ هل تبين انت ذكرتي ان تبين تشوفين البحرين خضراء، تبين تشوفين الخليج انك يكون فيها زرع ونباتات اكثر، لكن اكيد عندك هدف اساسي ايضا تبين توصلينه حق المجتمع. الهدف الاساسي انا ابي يعني مثل كذي جرس. يعني انا عارف ان مغرمين الزراعه كل سنه قاعد يزيدون ومحبين الزراعة يزيدون يعني خصوصاً في دول الخليج، يعني شيء مفرح يعني ما شاء الله عليهم. ولكن أنا بغيت من عن هاي الطريقة، مو قصة أني هم يحصلون بذور، أبي أنا أقول لهم ترى في شيء اسمه زراعة، ترى في شيء أن أشياء ناجحة يعني، أبي يعني مثل جرس أدق عليهم أذكرهم أن في شيء زراعة. وطبعاً أنا ما بتكلم يعني عن الزراعة عن البيئة، حفاظ على على الجو تخفيف، وبالذات اول ما اخترت كلها اخترت اشجار تعطي ظل ومعمره وسهله الزراعه، واخترت صور حطيتها وايد كبيره على الاكياس على اساس تلفت النظر. يعني ابي يرن في مخهم حتى اللي مو انترس زراعه
الصورة تشجع انه هو يزرع، يقول شنو قصة هاي الزرع، شنو هاي البذور اللي وزعونا اياها، يعني البذرة اللي داخل بتطلع نفس اللي في الصورة. طبعا لا شك يعني هذه. فانا حتى وايد ناس قالوا لي صغري الاكياس عشان لا يقلل الكو يعني تكلفة. قلت لهم لا، انا ابي اكبره وابي اسوي الوان فريش وحلوة بحيث يرن فيهم، حتى اللي حتى الشباب ترى اللي مو انترس بالزراعة يلفت نظره الصورة، يلفت نظره دي. وحاولنا نكتب الاسم الدارج في النت عشان بامكانهم هم يروحون يسوون جوجل ويسوون سيرش ويتعرفون اكثر على النت. وانا ببين انا يعني البحرين احبها اموت عليها واحب الخليج يعني انا فقلت شنو اهديها. وفي نفس الوقت هدف بعد قلت حق عيالي دائما وقلت حق الجماعه اللي دور مدارتي، ابي اذا انا مت يكون شيء موجود يذكروني انه والله الزرعه موجوده. دائما نذكرك بالخير ودائما ارتبطت الزراعه يعني باسمك دائما. الفكره زادت زاد الخضار في البحرين مؤخرا، عرفنا السبب يعني. لازم تروينا يعني احنا نبي نتكلم هاي طبعا النباتات اللي بيتم توزيعها صح؟ اي نعم. خلينا نتكلم عنهم. ايه كلهم اللي هو ذي واشنطونيا ومورينجا وينك الكنة. اي نعم اوكي. وهاي سهل الزراعه صح؟ كلهم يعني سهلين الزراعه. قالت بتزرع لنا وهاي الالوان حلوه والله. اي الوان كذي فرايحيه. لا يعني كل من يقدر يزرعها، مو شيء صعب ما راح تكلف بس يحطونها ويسقونها يعني ما بالضبط. مثل ما تفضلتي انا اخترت نباتات، اول دفعه اخترنا حوالي 12 13 نبات اللي هو معمر يعني صيفا شتاء، لان احنا عندنا شويه عقده في البحرين. يعني تركزتي على معايير مهمه في النباتات. انا ودي اتكلم عن هالمعايير. على المعايير بالضبط وصلتي لهالنقطه. ما شاء الله ذكيه. شنو هي المعايير اللي ركزتي عليها؟ معايير اول شيء انه سهله الزراعه. يعني حتى واحد ما عنده خبره بس يحطه في شويه سويل او تربه خلاص. ثاني شيء كل البذور، وهذه اقولها وانا بكل فخر، ويعني ان كل البذور اللي هني من انتاج البحرين. الله يعني ما يبنى شيء من برا. اي يعني تشوفوا ايش كثر ارض البحرين معطاء، ان اعطتنا بذور من يعني كميات تراها مو قليله. طبعا انت قاعد تكلمين عن عدد كبير. عدد كبير. اي هاي ان سهله الزراعه، معمره صيفا شتاء، لان وايد ناس ما يبون يبدلون سيزونال وذي يعني، وان تكون حجمها شويه كبيره بحيث انه يقدرون يتداولونها. ما يعني خصوصا اذا مثلا يعطون اطفال المبتدئين او الاطفال. واضح حكي يعني. اي نعم بذور تكون عود بالضبط. يعني اخترت هاي المعايير، وان هي ما تحتاج الى عنايه. شمس، هواء، حار، صيف، شتاء، موجود. ما يعني لو مثلا صار ارتفاع درجه الحراره ما في اهتمام عنايه اكثر اصلا عشان لا يصيدهم احباط، عشان يعرفون ان الزراعه ترى سهله. مشجعهم على مشجعهم وادخل فيهم جنون الزراعه وشغف الزراعه ومتعه الزراعه. يعني هذا احنا هذه المتعه نحسها اليوم بكلامك. الشغف قاعد نشوفه. هاي المتعه، هاي الشغف. استاذ يمكن اللي بساله بواصل على دي الموضوع بالذات، التربه. يمكن في ناس تخاف تقول مثلا هاي التربه مو صالحه ان انا اسوي عليها، شلون الواحد يعرف ان ترى هاي التربه لا صالحه ان انا ازرع هاي الشيء؟ التربه عموما معظم اللي في البحر يعني بحرين، طبعا احنا عندنا شوي مشاكل في التربه مالح والى اخره، بس عموما اللي انا متاكده اللي بياخذ هذا البذور بيحاول يروح يجيب له شوي تربه مثلا بوتينج سويل اللي يسمونه كومبوست او الدبال بالعربي الفصحى، او ان الحديقه اللي في تربه الحديقه اللي عندهم ينجح. ما يبي يعني ما يبي شيء وايد يعني، وما في تكلف اصلا، ما في تكلف من ناحيه الماديه. أوكي. يعني حتى يعني انا اللي اخترتهم كلهم مقاومين شويه للملوحه لحد ما، مقاومين للعطش لحد ما، يعني ما كلهم متاقلمين. خبرتك حاولتي تطبقين هذه الخبره. إيه يعني سهل، ما حد يتحجج علي ترى. ما دائما انا ساعات ناس يجون يقولون لي مثلا زرعت ومات او زرعت واحبط. قلت لهم مع سايم البحرين طول ما انا نفسي موجود ما في احباط. بعد الاهتمام، لا الاهتمام على الزرعه نفس والحب. والحب الحب ترى ها يعني شلون انتم تتبادلون الحب تهتم يعني بالضبط. النبات اخذ وعطى،
مثل ما انتم تعطونا شغف وحب، هو صدقوني بيعطيكم شغف. يعني انا اقدر اخذ النبته وازرعها هني في الحديقه واشوفها تكبر وياي؟ انا هاي حديقتكم. اي انا مهاجر. لا شباب بنزرع. زرعوا زرعوا بتاخذون هذين. بالاضافه اللي تفضلتوا انا بعد بزيد على هذه، احنا اول ما انا اول ما ابتديت طبعا بالاشجار المعمره وذي وذي وذي، بعدين قلت انزين احنا الحين عشان هذا الكورونا افندي شوي تاخرنا لا زين ذبحنا ذبحنا. فبعدين ابتديت احط وياه لان جربنا الموسم، ابتديت عشان اشجع مغرمي الزراعه والشغف الزراعي لان اوريدي زارعين اشجار معمره وعندهم في حدائقهم. هذا الفئه تدور على ازهار موسميه حق هالموسم القادم سبتمبر. فرحت زيت حوالي 10 انواع اخرى من الازهار الموسميه اللي ناجحة ومن إنتاج البحرين بذورة بعد وسهلة الزراعة. وانتي تركزين على إنتاج البحرين أكثر من مرة. صدر بعد دول الخليج. إيه صدرنا. من كثر البذور طرشنهم برا. أستاذة يمكن بنسوي يمكن كومبيتيشن أنا ويا إيمان، هي بتزرع هني وأنا أزرع هني ونشوف مين اللي تطلع زرعتها. إن شاء الله إن شاء الله. وتطلعون في البرنامج. إيه إيه إيه. وأنا الحكم. وأنا الحكم. يكون طلعت الزرع. لا لا لا. ما عندنا شيء اسمه سنيوية. إحنا من نزرع خلال شهر شهرين لازم يكون ارتفاع 50-60 سنتي. زين قلتي هن. والأزهار الموسمية يعني من تزرعونه اللي ما تحصلون الأزهار خلال شهرين يعني وأقل شهر ونص بعضها. وبعد بقول لكم شيء بعد بالنسبة لأن إحنا الحين دخلنا دي. في ناس قالت انا ابي خضروات يا حطيت بعد حوالي 7-8 انواع خضروات زيتها ما شاء الله. كل ما الوقت يمشي تروني انا كل تزيدين تزيدين. الحين وصلنا الى 31 نوع من النباتات بين الخضروات واشجار معمره وازهار موسميه. ما شاء الله 31 نوع. يعني اللي يحب الخضره موجود، اللي يبي اشجار معمره موجود، اللي يبي ازهار موسميه موجود. يعني تقريبا كل غطيت كل الفئات. طبعا انت ابتديتي في هذه المبادره صحيح وتم التوزيع يمكن. خلينا نتكلم شلون شفتي الاصداء والتفاعل على هذه المبادره وهل واجهتي صعوبه يمكن انك انت توصلين هذه النقطه حقك؟ لقيتي على الوتر. الوتر الوتر الحساس. هو شوفي هو في البدء يعني انا من اول ما ابتديت فيه كان متعه والى الان متعه وسعاده طبعا هذه لا شك. وانما الصعوبات اللي مريت عليه ان كنت في الميدان بروحي هذه بروحي طبعا ما عندي موظفين. حطوا في بالكم ما عندي خدامه ولا خادم ولا سايق ولا احد. انت بنفسك تشتغلين على العمل ولا يعني شو اسمه. فكان يعني ما ابتديت اول شيء ما ابتديت بال 5000 6000 7000 كان اوكي اندر كنترول. بعدين شفت ما يبي لهم مكان التغليف والذي زين شلت الميلس كنسلنا الميلس بعدين كنسلنا الصاله خلينا المطبخ على قولة زوج يقول يعني هذا استعمار احنا ما في مكان نمشي على بذور يعني شغف لو الحب اللي وانا مستانسه يعني زين. فبعدين الصعوبه ان زاد ان العدد زاد وقصة كورونا شوية ذبحنا لأن الأكياس خلصت والأكياس حتى اللي في البحرين يعني أنا أخذ جو أطلب من برا لأن جودته شوي تختلف لكن قلت حتى اللي موجود بعد خلص فتمينا. فأشوي لحقت علي يعني بنت عمي عندها محل في أعتقد قبل شهرين راحت طلبت لها الشحنة من برا قلت لها دخيلة شيبي لي شوية بس بعد خلص. فهذا شوية كان يعني عائق. الشغل صار واير. بغيت كنت زين احنا حطينا بذور حط يعني كميات مهوله زين وين احطهم؟ لا يصيدهم حشرات لا يصيدهم افات وبعدين درجه الحراره بدات ترتفع. فشغلت الاي سي 24 ساعه طبعا ابو عيالي طبعا هذا شل حاله استعمار هني واستعمار كهرباء ما يصير يعني زين. ولكن يعني الحمد لله هاي الصعوبات بعد مرت لأن مجموعة من صديقات وأصدقاء محبي الخير ومحبي الزراعة ساندوك. ما شاء الله عليهم ساندوني قالوا ها يعني خلي احنا نساعدك. فكنت شنو أودي مثلا هالكثر كميات عاد أنا بعد ما أستغل الوقت إيه حق هال مثلا حق هالصديقة أودي لها البيت أعطيها تغلف لي 3000 هذه 4000 هذه 3000 بس صرت انا شنو سايق ما بين 5-6 بيوت على مناطق مختلفه. بس هذا كله في حب هذه المبادره حب ان انت تبين توصلين هدف. مثلا الشخص هذا يقول لي البذور خلص
فأودي له البذور، هذا يقول الكيس خلص، وعندنا تو كاتيجوري من الكيس صغار وكبار، هذه خلص، هذا مثلا شيء خلص، فكنت أنا موزع لهم. لكن صراحة أحييهم وأحييهم وأشكرهم، ما قصروا يعني صراحة. لو مو هو مهمة يعني قصدي، شان أنا ما قدرت أوصل للأربعين ألف. أنا علي الترتيب والتنسيق والتوفير والبذور، وطبعا حطوا في بالكم من البذور اللي عندنا بعد اللي عندي أنا خلاص. إذا أنا بذور ربي، فتميت أطر أكتب في المسجات اللي عنده بذور اللي عنده بذور، فكانوا طرشون لي. بعد أحييهم وأشكرهم اللي عطانا من بذور وإنتاج البحرين من حدائقهم، بس بعد كانوا ساعات يجون لي بذور مو منظفة، لازم تشتغل أنظفهم وأشخلهم أطلع منهم. بس يعني بعد أهون على الأقل حصلت. بس زيبا، عقب كل هذه المراحل اللي مريتي فيها ما تحسين بمتعة؟ ما تحسين بسعادة إن أنت وصلت للهدف اللي أنت تبيه؟ جدا يعني يعني سعادة. ما كل ما أنا وكل فترة أروح أعدها نص الليل ما تي للنودة، أروح أوصل لا وصلت 35 37 وهكذا. كل ما توصل لأرقام أكبر استمتع اكثر. مره ثانيه تصفيني بويا سعادتك. تعالوا انا ما اخلي ترى مويل ان طرشت حق ناس كباريه بعد، ترى ها قاعد ما تعطون خدمكم انتم غلفوا. زين، والصعوبات الاساسيه الحين كان في ازمه كورونا الحقيقيه، يعني ان احنا اتفقنا مع شيخه مرام مع المبادره الزراعيه ان احنا نوزع البذور، كان ذاك الايام 10,000 في مارس في ارض المعارض. نعم، في المعرض على الزوار. مع الاسف المعرض تاجل والكورونا ذبحنا، فأنا قلت شنو كل أسبوعين ثلاثة الكورونا بيتصلح وأنا بروحي بسوي فعالية، بأخذ لي قاعة بسوي لي معرض زراعي إلى آخره إلى آخره. لا الأفندي طول هالشهر هالشهر، وإحنا أنا نان ستوب أزيد في العدد يعني وأزيد في البذور. الحين صار عندي مشكلة إن الموسم جرب والكميات كانت كبيرة كبيرة كبيرة، لميتها رحت شريت كونتينرات الدنيا كل كونتينر بذاك الحسبة وحطيتهم والحمد لله الحين ترتبوا. الحين نبي نوزع، وين نوزع؟ قصة التباعد الاجتماعي. زين، فكرت في هالموضوع قلت ما في للمولات اللي يروحون كارفور يروحون برادة يروحون لولو يعني وهكذا. مع الأسف ما حد عطاني فيس. صعب سويت رسائل سيتي سنتر طلبوا مني لأن يعني كانوا الناس خايفين مبدأ التباعد الاجتماعي، وبعدين بعض المجمعات ما بايب اسمهم طلبوا بعد يعني ما علم أوكي تعالوا دفعوا أرضية. قلت لهم أنا بروحي أنا مخسرة فوق 20,000 دينار يعني. بس يعني فهذه النقاط كلها اللي أنت قاعد تقولينها خلتك يعني توصلين حق هدفك الأساسي. وهذا البذور وإحنا اليوم بدورنا يمكن نوزع بعد البذور إذا تبين نوزع. يمكن أنا بعد كانت في الوزارة. يمكن أنا بعد يعني أشياء وايد صراحة حلوة إن يعني خفيف وصغير. يمكن حتى حق الناس اللي يتابعونا الحين يمكن المشاهدين اللي يهتمون في الزراعة وعندهم يمكن زراعة في البيت. صح. فيمكن سؤال شلون يحصلون يدرون يحصلون احنا لان للحين ما ابتدينا احنا ذلك ال 13,000 الاولي اللي وزعناه في نوفمبر وقبل الكورونا ذاك راح. الحين هذا ال 40 وان شاء الله ان شاء الله قريب يوصل 50,000 ان شاء الله. هذه الله يسلمكم للحين ما بدينا نوزع لان احنا قلنا نبي نوزع بآلية مرتبة بحيث ان الكل يحصل. ومن برنامجكم بعلن 10,000 احتمال 15,000 ان شاء الله بيكون هديه من عندي لدوله الامارات. الله اوريدي كونتينرهم بارز لان هم محتضنين عيالي واعتبرها الديره الثانيه رقم 2 بالنسبه حقي لان انا وايد اقضي فيها في الامارات. عيالك يدرسون هناك صح؟ لا يشتغلون احتضنتهم الامارات عندي 2 من اولادي. فقلت بحرين ديرتي الاولى وهناك ديرتي الثانيه، فقلت انا من عندي من يعني انا حطيت 15,000 بس واوريدي سويت باك وخلص بتوصل ان شاء الله. يستاهلون يستاهلون. وبعد السعوديه والكويت وسلطنه عمان لهم نصيب من هاي الموضوع. فهذه يعني مبادرة جميلة طبعا. هاي الشيء حصري عندنا في صف البحرين. وانت يمكن ركزتي على شغله انه مو فقط تبين يعني تود
ترسلين هذه الهدف اللي صح. هو يمكن زراعة النباتات وحب النباتات في البحرين أيضا خارج مملكة البحرين. نعم فهذه نعم. نقطة تحسب لك وتحسب لهذه المبادرة الجميلة. ودائما نسايم البحرين يعني مبدعين يمكن في الأفكار الزراعية. وإحنا دائما لما تيتين ويانا في الاستوديو يمكن في أي برنامج نستفيد منك خبرة زراعية جديدة. الله كريم. فأكيد نشكرك على حضورك. في نقطة بعد قبل كان المخرج يعطيني وقت أنا تفضلي. المخ أنا شوية. إحنا هاي المبادرة هي بتكون على مستوى العالم أول مرة في على مستوى العالم إنه يجهز 40,000 وبنوصل إن شاء الله 50 بس الحين ما وصلت عشان كذي ما أقول. وبذور اللي وصلنا الحين حاليا فوق 1.5 مليون بذرة مينيموم أفرج يعني خذينا كمتوسط عديناهم يعني وسوينا كالكوليشن على مستوى العالم ومن إنتاج البحرين بنوزعه مجانا. طلبت من كتاب جينس للأرقام القياسية إن يسجلون إن كبحرين نحن مع الأسف بعد حصلت شوية هذه لأن ما كنت أدري طبعاً إن فيها مبالغ لازم سبونسر فإحنا كنا فقدمت حق كذا مكان سبونسر مع الأسف ما حصلت عشان يغطي كتاب هاي عشان نسجل باسم البحرين وأيضاً التوزيع بعد الحين يبين لنا باكيتات يعني ما يصير إحنا نحط باكيت كذي والناس تمشي يعني يبين لنا آلية معينة يبين لنا 2-3 يعني فريق إنه يوزع يعني بآلية هذه بعد حاولت وكذا مكسب مكان الحقيقي يمكن استاذ زيبا اذا بتوافقيني الراي هو مو موسوعه جينيس ولا يمكن اي موسوعه ثانيه انا بطلع اسم البحرين انت قاعد تركزين على اسم البحرين سواء كان في البحرين ولا خارج مملكه البحرين توصلين هذه البذور وهذه المكسب الحقيقي بالنسبه لنا هو الجينيس يعني احنا قاعد نستفيد نتعلم منك يعني احنا دائما نقول البحرينيين اذا حبوا شيء وعندهم الشغف وعندهم الالهام في شغله معينه يوصلونها سواء كانت يعني بمبادرات شخصيه ولا بمبادرات مع تعاونات اخرى انا للحين ما حص يعني انا الحين كله بروحي طبعا ومجموعه اللي ساعدوني ان يغلفون في البيت عندهم فقط يعني وانا يتراولي يعني هذا كم يوم كذي قاعده افكر في الموضوع انه بروحي بحطه في السياره مجهودك واضح يعني قلبت بيته قلبته خلاص اي اي يعني انا يعني قلت انا ما دام للحين مشيت بروحي من غير سبونسر الحمد لله في كثير من الشباب المتطوعين اللي حابين يتطوعون فشنو اني انا باخذ في السياره مثل ما سمو شيخ ناصر يوزع القرقعون تذكرون في السياره في الفرجان انا يعني خاطري احصل لي السياره باص احط عليها اللي زراعه اللي تبع وزاره شؤون الشباب والرياضه اي بالضبط تذكرون يوم انا شفت هالسياره قلت ليش احنا كزراعه ما نسوي هالسياره نحط عليها نحط عليها اسم نباتات وامشي في الفرجان اوزع والله صرفني بسويه بتشوفون واكيد كل البحرينيين بيوقفون معك في هالجانب في كثير من الشباب المتطوعين طوت عليكم سوري يعني لا بالعكس اكيد نورتينا واحنا اليوم يعني حسينا بهاي الشغف الموجود عندك استاذه زيبا كل شكر لك اي لا طبعا بناخذ ان شاء الله انا تروالي بات انا تروالي بايلكم في الموسم بزرع لكم بعد وبعدل لكم اياه ان شاء الله تسلمين شكرا لك استاذه زيبا عبد الامير على تواجدك وحضورك يعني نورتينا كل الشكر نوركم ان شاء الله بنوركم شكرا على الاستضافه واتمنى تلفزيون البحرين انه يكون اعلاميا سبورت اس لان احنا تلفزيون البحرين ما يقصر بس انا في بالي اني ابي اشرح طريقه الزراعه واعطي بريف بحيث ان اي حد يقول لهم تابعوا تلفزيون البحرين في برنامج زراعي في طريقه الزراعه ودائما احنا في برامجنا نركز على الفقره الزراعيه واحنا اكيد ندعم اي موهبه جميله في المملكه شكرا على الاستضافه ما قصرتوا مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا من صيف البحرين عودة مشاهدينا من بعد الفاصل اشتهر أهالي البحرين بحبهم للتزيين منها مكان خاص للبنات مثل الذهب ومنها ممتاز فيه الرجال مثل الأحجار الكريمة والكهرم وهذه موضوع فقرتنا التالية نتابع مع معدنا عبد النبي الجردابي اللي فاجئنا دائما ايه نشوف هالتقرير ونرجع مرحبا لكل شعب عاداته وتقاليده ويحب يلبس ويتباهى فيه ويقتنيه بأنواعه ومن هذه الأشياء الأحجار الكريمة واللي منها الحجر الفيروز والعقيق والكهرم وللكهرم بالذات صفات وألوان ومناسبات وصار يلبسها في أوقات معينة ويمكن تكون
في معظم المناسبات. أحجار كريمة ومشغولات طبيعية تشوفها متناسبة ومتناسقة ومرتبة حتى تعطي أحلى انطباع للزبون عشان يختار منها أفضل ما يختار قلبه وعقله. الكهرم أسراره ومفاتيحه عند أهله ومحبيه، ويمكن البعض منهم يظل يجهل مكوناته حتى لو تقرب ليه، لأن بحر غزير ويحتاج دراية وخبرة. أهالينا قبل كانوا يعشقون الزينة والرتابة والرزة، وتواصل هالطبع لهذا اليوم، وتقدر تشوفه منتشر في مجتمعنا، وخصوصا لما تلاحظ أياديهم تلعب وتدور في فصوص الكهرم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة جاسم الملة، تاجر أحجار كريمة. صباحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك جاسم. يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يعافيك. صباح الخير جاسم. طبعا مثل ما نشوف قدامنا يعني موجود الكهرم والأمور الحلوة اللي قال عنها عبد النبي في التقرير. أينا. في البداية خلنا نتكلم عن تجارة الأحجار الكريمة في البحرين، شلون تشوفها؟ وأحس إن بعد تطورت في الفترة الأخيرة، لأن الكهرم والأحجار الكريمة ما اقتصرت بس بالرجال، صارت حتى للنساء. أكيد أكيد بلا شك. يعني إحنا لو بنتكلم عن الأحجار الكريمة، طبعا البحرين هي رائدة في هالمجال طبعا، لكن في الآونة الأخيرة للأمانة يعني لاحظنا بشكل ملحوظ ازدياد المحلات التجارية اللي متخصصة في تجارة الأحجار الكريمة، وبالإضافة إلى أيضا الحسابات اللي عن طريق التواصل الاجتماعي والمرخصة أيضا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يعني نشوف في إقبال أيضا يمكن حتى من الناس على الأحجار الكريمة وعلى الكهرم في البحرين. لكن خلينا نتكلم عن الكهرم بالذات اليوم، شو السبب اللي يخلي الناس دائما تلجأ حق الكهرم؟ شو اللي يجذب الناس في الكهرم؟ يعني إذا بتجاوبين على هالسؤال نقدر احنا نسالكم شنو السبب اللي يجذب العنصر النسائي للذهب؟ عادي تقدر تقول الذهب زين وخزين، احنا نقول الذهب. ترى بالفعل يعني الكهرم يعني في الوقت الحالي انت مستمتعه فيه، وايضا استثمار اي يعني استثمار بدون ادنى شك للامانه. يعني خصوصا الكهرم يعني النقي الطبيعي، هذه مثل ما يقولون دولار سعره فيه للأمان. استثمار. إيه أتكلم بالضبط على ذي النقطة، أن أنت قلت لي أنه هو استثمار وناقي. الحين شلون الواحد يعرف ترى أن هذه الكهرم ناقي 100%، وهذه يعني ناس ما تقول مب. هذه يفتح على الجرح. إحنا كلنا يعني بنعرف إحنا نقول إحنا نقول الواحد. في ناس تعرف من الشكل يقولك أوه هاي أصلي. لا إحنا نقول الواحد ما يتعلم إلا لما ينقر الصراحة. طبعاً. إيه يعني هذه العملية خصوصاً في الآونة الأخيرة. يعني اظهرت تقنيات ان هي تعالج الكهرم او حتى الخامات الثانيه وتسويها نفس الكهرم بالضبط، وما تعرف ما تقدر تعرف. اوه هاي بعد صعبه. ولكن ولله الحمد يعني للحين في ناس متعلمين طبعا اكتسبوا هذه الخبره عن طريق التجارب. تجربه انا اشتري اليوم، اشتري باكر، اشوف المصباح اليوم شنو هو، شنو تفاصيله، واسال مو بعيب اسال. إذا أنا شيء ما أعرف له أسأل عنه، وفي أهل الخبرة طبعاً دوم موجودين. طبعاً يمكن هاي الشيء اللي بيخليني أسألك، الكهرم شنو هو؟ يعني دائماً إحنا نقول الكهرم شنو هو، هي يعتبر يعني نبات حجر؟ والله كريم كثير كثير من الناس ماخذين الكهرم على أنه حجر كريم أو مصنف من الأحجار الكريمة، ولكن هو في علمياً
ان هي ماده متحجره تطلع من اشجار الصنوبر. طبعا اشجار الصنوبر من غرضه اللي هي من فئه القاروبه. يعني هي تعتبر نبات، هي تعتبر ماده نباتيه عضويه. هذه الماده كانت تطلع من الاشجاره نفسها حق دفاعا عن النفس من ناحيه جرح او اي خطر مسبب لها. فهذه الماده لما تتحجر طبعا تكثر كثافتها، فعاد شوفوا سبحان الله مع الماده هذه كانت ملتصقه بحشرات، ملتصقه بشوائب، يتكون الكهرباء، كل هالجمال هذه يطلع منها سبحان الله. إيه نعم. سبحان الله، وايد شيء حلو. يعني يمكن نفس ما قلت من النبته ويتحجر ويصير هاي الشيء، نفس ما قلت في البدايه ان انت 100% يكون الكهرباء لازم تعرف قيمته في البدايه. اكيد. لكن هل انت كشخصيا شلون تعرف الكهرباء؟ انا الحين مثلا كواحد عادي والمشاهد واحد عادي يشوف الكهرباء، شلون المفروض اعرف ان هذه اصلي؟ هل في مميزات معينه؟ يعني لمعته مثلا ملمس، ولا في شيء انت تسويه؟ طبعا تجربه بالضبط، في وايد اشياء تقدر تحدد الكهرباء اذا كان هو طبيعي او هل هو يستحق ان الواحد يقتنيه او لا. مخرجنا يقول بعد في له ريحه معينه. بالضبط بالضبط، يعني في بعض انواع الكهرباء، طبعا هو الكهرباء الطبيعي مو بشرط خروج الريحه في نفس الوقت، ولكن هو في الاساس لها ريحه. الريحه هذه طالعه من الماده العضويه اللي منتجتها اي الموجوده فيها. ولكن انت اذا بتي بتعاين اذا كان المصباح كهرباء او لا، طبعا في عده اشياء لازم انت تشوف. اول شيء اللون إذا كان طبيعي أو لا، تشوف الملمس ماله، الرنة، رنة الصوت مالت المصباح غير عن رنة خامات ثانية. حتى مثلا يعني في بعض الأحيان إحنا يعني بحكم الهواية إحنا لما بنتكلم عن المسابيح ما بنتكلم عن كهرم فقط، نتكلم مجملا كهواية. ففي أشياء يعني ساعات بالعين المجردة أنت تقدر تلاحظ المصباح، في أشياء لا، لازم أنت تستخدم أساليب ثانية على اساس انت تشوف هل هذه هو فعلا طبيعي او لا. احنا عندنا اليوم يمكن مجموعه صح من المسابيح، نبي انا جايبه بشكل عام، اي نعم. نبي نتكلم عنهم اكثر اذا بتكلمنا. يعني انا حاولت ان انا انقي من جميع الانواع، لان في البدايه احنا لو ان بنتكلم بعد بنتكلم عن هوايه المسابيح. صح. فهوايه المسابيح مو مقتصره بس على الكهرمان، ولكن في اشياء ثانيه. طبعا في الاونه الاخيره في احجار كريمه ثانيه، في خامات طبيعيه تتكون من الاشجار او تتكون من عاجل فيل حاليا، العظم، القرون، في وايد اشياء حق كل نوع. يفرق الوزن، ساعات تلاقي مثلا مصباح ثقيل تلاقي بلا شك. حتى في السعر صح؟ السعر يحكم بعد حتى على نوع الخراطة، جمالية الخراطة أو من الخراط اللي مشتغل في المصباح. كلمني عن دي الخطوات مالت الخراطة. يعني الحين أنا مثلاً جاية بشتري مصباح، شنو الأشياء الأساسية لازم أركز فيها كإنسان ما أعرف، يمكن ما أفهم ما أفقه في هالأمور. بنفيد المشكلة. هو يعتمد على الشخص نفسه. إذا كان هو هاوي أو هو أي. ولا بس يبي مصباح وخلاص. بالضبط. يعني إذا أنت بس تبي مصباح، أنت لازم تحدد ميزانية المصباح نفسه من وإلى. يعتمد، يعني في كهرمان مثلاً يتراوح من الجرام من دينار الى ما شاء الله. فانت بنفسك انت تحدد شنو انت تبي بالضبط، هل تبي قديم تبي جديد. طبعا الكهرم في فارز وفي حجر واحد. الحجر الواحد، نرجع حق النقطه اللي انت ذكرتها، طبعا هي عباره عن صخره انت راح تشرحها بنفسك بالمقاس اللي تبيه، بعدد الخرز، ومن الشخص اللي هو راح يشتغل فيها. طبعا هذه كلها لأجر، اللي هو مثلا الكواليتي في النهايه، شلون الطريقه النهائيه وتقطيع وشلون يكونون نفس الشيء. على اللي انت تبيه، على اللي انت تبونه. يعني مثلا انا ابي مصباح يتكون من 66 خرزه، المقاس الفلاني، القصه الفلانيه، هذه طبعا كلها بحسابه مثل ما يقولون. طبعًا يعني صح، ترى في ناس يعني هالقد مهتم بالمسابيح لدرجه انه يركز في كل شيء. يعني يمكن انت يعني اكيد هاي شغلتك ومحلك ويعني خبرتك اللي تعودت عليها من انت صغير، لكن في ناس محبين لهاي الشيء ويعرفون ما شاء الله في كل شيء. يعني نسمع ايه احنا نركز في الذهب ونعرف الدقه، اتوقع الرجال خلاص عارفين حافظين. يعني هذه هوس في النهايه. يعني احنا لو بني نعرف الهواية ان الواحد يكون يعني داش في هالمجال حق متعة او الراحة النفسية مثل ما يقولون. فما بالك لو انت تدش في شيء
هو متعة في الوقت الحالي واستثمار في المستقبل. جاسم أنا بسألك بالنسبة يعني حق اللي يكون عليه إقبال أكثر في هالفترة، تشوف الإقبال على شنو؟ هل هو الكهرم ولا الأحجار الكريمة الثانية؟ خصوصاً العيد بعد. صح. هل في مناسبات معينة الواحد يكشخ مثلاً بس بالكهرم؟ هو للأمانة للرجال الكهرم بيكون، يعني الكهرم هاي التوب، الخامة التوب بالنسبة حق الكل. والدليل على ذلك إن هي أسعارها طبعاً في عرض وفي طلب. صح. فكثر ما كثر الطلب الأسعار راح ترتفع. ترتفع طبعاً، وخصوصاً إذا أنت تتكلم عن خامة يعني عمرها ملايين السنين. وتفرق إذا كانت إذا كان عمرها أكثر. صح. أكيد أكيد بلا شك، يعني السعر مثل ما عندنا إحنا الذهب في 18 و21 و24، الكهرم كذي في فرز جديد في فرز قديم، والقديم يتدرج بأنواعه وألوانه، وطبعا كل نوع له اسم، طبعا مسميات اطلقوا عليها معظم الهواة على اساس بس تمييزها بينه وبين الخامات الثانيه. ذكرت ان يمكن الكهرم مشابه للذهب كادخار، فش قد هذا الشيء صحيح وممكن انه يكون ان انت لو عندك كهرم مثلا ممكن ان انت تدخره ومستقبلا تبيعه ولا يكون كاستثمار؟ كاستثمار هل هاي فعلا موجود؟ لما احنا بنتكلم عن الاستثمار فاحنا لازم ننظر لها للمدى البعيد، لان في ناس للامانه يشتري اليوم المصباح يفكر انه هو بيربح منه يبيعه بكره، ما يصير، ولكن هذا الشيء خاطئ. لازم يكون له فاليو قديم. ايوه بالضبط. الاستثمار ان انت تقتني شيء وتستانس فيه على الاقل، تحلل تحلل فلوسه، وبعد ذلك انت تنظر لها كاستثمار. يمكن انت لازم اذا انت كنت تاجر جيد او مستثمر جيد انت لازم تعرف الوقت اللي انت راح تبيعي فيه، لان مثل ما قلنا ان هذه بعد في ارتفاع وفي نزول على حسب كل ما يقدم يكون اغلى، يعني كل ما كان فينتج اكثر كل ما يكون اغلى. عشان كذي انت غزك في الاستثمار انه يكون عندي يمكن عقب 20 30 سنه ابيعه يكون سعر اولد از جولد مثل ما صح اغلى يكون لان يكون في طلب عليه اكثر. وكل ما قدم بعد كل ما قدم المصباح خصوصا المصباح مو بس ككهرمان طبعا، كل ما قدم كل ما نعرف انه والله ترى اللي خرطه ترى شخص لا باع. ايه طويل. ففي يعني في ناس مثلا سووا مصابيح وتوفوا، فهذه طبعا لا قيمته كونه كخراط نفسه لا قيمته اساسا. الشخص الفلاني في هالمكان الفلاني اللي يعني محترف يده مثلا محترف في تكوين الخرز نفسه، يعني الهواة نفسهم لما بيجي يقتني مصباح كأنه لازم يقرأ السي في مال المصباح بالضبط، متى صار، من شنو صار، ومن الخراط الفلاني. والله قصة طلعت. طلع قصة. بالعكس. هاي أتوقع اللي مهتمين يمكن في المصابيح وفي الكهرمان وغيره من الأحجار الكريمة راح يركزون على شيء. خليني أسألك جاسم هالسؤال. قبل كنا نشوف إحنا دائما يمكن أبهاتنا والكبار في السن هم اللي يودون المصابيح، اليوم قمنا نشوف حتى الشباب يعني. وقبل كانوا يقولون لا الواحد اللي بيود المصباح على الأقل يكون لابس ثوب، صح ولا لا؟ قبل كان فيها الاعتقادات، اليوم نشوف بالعكس الكل قام يود المصباح في أي ستايل. هل تشوف إقبال الشباب على المصابيح اليوم أكثر، وبالذات صاروا يعرفون عن الأحجار الكريمة والكهرمان؟ نعم. أكثر. هي أساسا هي ذي ثقافة. يعني احنا تعلمناها بحكم عاداتنا وتقاليدنا من الشياب قبل انه كانوا يعني كان المصباح في الاساس كتسبيح، نوع من انواع التسبيح. فحاليا هي انتشرت ثقافه كزينه وتباهي، فمو بشرط يعني انا من وجهه نظري الشخصيه للامانه مو بشرط يعني ان احنا نحكم على المصباح بالزي الرسمي او انه لازم يكون واحد رسمي. انت ما دام ماخذها كزينه، طبعا الزينه هي مو بتلتزم فيها كمجرد ثوب وغتره، بالعكس احنا نشوف الشباب حاليا اللي لابس رياضه واللي لابس كاجوال واللي وعنده مصباح. يمكن صح. حتى بعض الستايلات تناسب صارت الكاجوال، قبل يمكن نفس اللي في يدك الحين هذه حق الثوب اكثر، الحين في ستايلات جديده مثل ما نشوف في الوان ثانيه في خامات ثانيه طلعت. يمكن اخر سؤال بساله لك هو موضوع في ناس في البحرين مثلا تشوفهم انهم ماخذين هذه الشيء كهوايه تجميع مثلا، هل شفت بعينك ناس تجمع هاي الشيء كحب له؟ في نوعين. يعني النوع الاول فعلا هو كتو طالع في هذه الشغله وحاب انه هو يقتني ويقتني اكثر من خامه على اساس ان هي تكون معاه للزمن او انه يورثها احد. النوع الثاني يعني اللي ياخذها في البدايه كهوايه وتنقلب تجاره. فهي في كلا الحالتين يعني
الموضوع هذه الأحجار أنت تقدر تسويها على ما أنت تبغي. إن بغيتها هواية فأنت هاوي، وإن بغيتها كتاجر بتستمتع فيها قبل، وإن شاء الله راح تجيب لك مردود. يعني ممكن أنا أخذها كهواية بعدين أستثمر فيها لأن تشوف خلاص يمنعك في كل شيء. مساعة يعني أنا رايح ورادي على الاستثمار. أكيد جاسم الملة كل الشكر لك على حضورك اليوم صراحة، يعني فتنا وايد في هالموضوع، لأن نسمع الكهرباء أكيد وهذا، لكن لا بحر كبير هو هالشيء. بالعكس أنا اللي أشكر تلفزيون البحرين المتمثل في برنامج صيف البحرين اللي عطانا الفرصة إن إحنا نسلط الضوء على هذه الهواية كبداية والتجارة بشكل خاص يعني. أكيد نشكر تواجدك وحضورك، نورتنا، كل الشكر لك. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم باكر إن شاء الله في نفس الموعد من 10 ل 11، انتظرونا. السلام.